انا اتفقت، انا الرزق ان شاء الله يبقى ليكي اوضه مخصوص ليكي هنا عشان تبقي مطمنه وكل حاجه تبقى قدام عينك. انا والله اول ما السمسار كلمني ما رضيتش اجي ولا ادخل هنا غير لما نبقى كلنا مع بعض اول مره. ان شاء الله تسلم يا اخويا، بس ملوش لزوم يعني، انا مطمنه طول ما انا معاكم. يا رب دايما تبقي مطمنه. انا اتفقت على حته ارض انا ورزق هنطلع بيها بامر الله 12 دور، وكلمت كام عيل من بتوع الفيسبوك يعملوا لنا صفحه وكام اعلان يعني بامر الله قبل ما نطلع بالعماره نكوب عنا شقه ان شاء الله. حلو. طب والارض دي هتتكلف كام؟ يعني هو الراجل بيتكلم في 3 مليون بس احنا هنكسر معاه في السعر شويه. ماشي يا اخويا، وماله اللي تشوفه. يا رزق مالك، مش عاجبك المكان ولا ايه؟ انا شايفه انه حلو وبرستيج. حلو، ربنا يكتب لنا فيه الخير ان شاء الله. بقول لك انتصار، عايزين نفتح حساب للشركه عشان نحط فيه راس المال كله بامر الله. كله؟ ليه؟ امال ايه؟ واحنا نشتغل في الارض دي بس؟ لا، ده واحنا شغالين فيها هناخد كام حته ارض جنبها عشان نشتغل وندور فلوس تكتر. اللي بيبدا كبير بيفضل كبير يا اختي. معلش يا اخويا بس سؤال، هو انا لما احط فلوسي كلها في الشركه هيطلع لنا ايه في الاخر؟ مكسب طبعا. اللي هو كام وهاخده امتى؟ بص بالبلدي كده كل مليون بيبقى قصاده مليون. ايوه، بعد قد ايه يعني؟ لما نبيع الشقه اللي في العماره انتصار. طب والشقه دي هتتباع امتى؟ لا ما احنا مش مغسلين وضامنين جنه انتصار، نبيع هنكسب، نكسب هنقسم سهله. ما تاخذونيش يعني في الاسئله الكتيره اللي بسالها، بس انتوا عارفين هي دي الفلوس اللي بقيالي، فاعرفوا بقى من الاول عشان كل حاجه تبقى ايه واضحه وفي النور. انا كده عندي ناس هتشغل لي الفلوس بتاعتي وهتديني مكسب 30% في الشهر. افتكر ده عرض ما يترفضش، صح ولا لا؟ طيب بالاذن، انا عشان اتاخرت، يلا فوتكم بعافيه. ده الله يعافيك يا اختي.